بيوم عيد ميلادي طلعت تشتري هدية لوالدتي، كان عيد ميلادها قبل بيوم. مريت على محل وغد، فكرت انه بدي اشتري لباقة وغد. دخلت للمحل باعتيادي، فتت وصورت الوغد والباقات وهاي الامور، وصاحبة المحل سألتني تريدين تشتغلين؟ صراحة أول شيء ما كان أكو تشجيع كلش قوي، أي يعني حتى والدتي أهلي ها أنتي كوي أنتي بالموصل، النظرة هوني بالموصل تختلف عن غير محافظات، راح ينظروا لك غير نظرة، راح يصير عليكي حكي، ممكن مشروعك ما ينجح أصلاً لأن هو أول مشروع داخل مدينة الموصل من هالنوع هذا. احنا الضاعة اللي قبل 2014 كانت مأساوية، يعني ماكو مكان ما بيها مثلا حرب او شيء، فتغيرت النظرة كثير بالنسبة للفترة الحالية. يعني ناس بدأت تطلع تشتغل، بنات كثيرة السيدة تطلع تشع، بدأوا يشجعوا انه يكون عندهم قوة انه يمارسون حياتهم الطبيعية. كانوا كثير ناس حتى مرات يجون بس يفوتون بس يسلمون علي ويطلعون، هي ما تريد ان يشتغل. يعني احنا صرناكي بالفيسبوك او شيء بالنت، فرحانين بك، فخورين بك، استمري.